خلينا نتعرف مع حضراتكم على حالة الجو النهاردة. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يكون طقس اليوم معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ودافئ على شمال الصعيد وجنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا على الأنحاء كافة يصل لحد الصقيع على وسط سيناء وشمال الصعيد. دلوقتي نستعرض مع حضراتكم بعض درجات الحرارة المتوقعة النهاردة على بعض محافظات الجمهورية، والبداية كالمعتاد من العاصمة القاهرة اللي بتسجل فيها العظمى 20، أما الصغرى 10، اسكندرية 19-8، الإسماعيلية 20-9، الدقهلية 19-9، الغردقة 22-12، والمنيا 20-6. أما بالنسبة لبعض العواصم العالمية فدرجة الحرارة هي كالتالي، والبداية من العاصمة السعودية الرياض اللي العظمى فيها بتسجل 21، أما الصغرى 9، أبوظبي 22-18، أنقرة 6-4، لندن 12-7، واشنطن 9-4، وأخيرا بكين 4-8 تحت الصفر.